للمجنات الأمريكيات، أم ذلك كان مجرد تجاهل من حضرتكم لحقوق المرأة بعدم إدخالها في قاموسكم؟ عيني لا تعالي، احنا مع حقوق المرأة والمجندات الأمريكيات الحسناوات، ولهذا لن نسميهم علوج، نسميهم نعوجات. مساء الخير أعزائي المشاهدين، زي ما عودتكم في كل حلقة يكون في خلقتي ضيف مميز وفنان كبير، والنهاردة في خلقتي الراقصة اللهلوبة قنبلة الرقص الشرقي دينا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، بس ايه ده في خلقتي كده؟ ده حتى الملف السعد يا أستاذ محمود سعد. دو ايش؟ اشرب الشاي. اشرب الشاي؟ هو احنا لسه دينا؟ ده انت غريب جدا. دينا ليه؟ ليه؟ ليه يا محمود؟ ليه يا دينا؟ اشربي، عندك شاي بالنعناع وشاي عادي، ليه اعتزلتي؟ لا لا مش قادرة، أنا خلاص شبعت، مش قادرة. شبعت إيه؟ أنت ما شربتيش حاجة. لا أنا شبعت من الفن والشهرة والمجد. طب دينا في العودة للبدايات، أنت دخلتي برجليكي ولا حد زقك؟ يا لهوي الغلط ده بقى للسيرة دي يا أستاذ محمود. مالك؟ مش عاوزة تتكلمي ازاي دخلتي الفن؟ اشربي الشاي ولا تشربي عصير ليمون؟ ليمون ولا الشاي مش عايزة. في قرفة. قرفة؟ يا لهوي وناقص عرف. خلاص ما جيب عصير كوكتيل في موز وعسل. لا يا اخويا موز وعسل لا، مش عايزة اتخن. اقول لك حاجة، جيب لي رنجة. رنجة؟ ايوه خلاص جيبوا رنجة. مدام دينا ليه خمسة؟ نعم ليه خمسة؟ ايه يا استاذ؟ هو في ايه؟ رقم خمسة بيعني لك ايه؟ رقم خمسة ده عدد الازواج اللي انا كنت على ذمتهم. طب حضرتك تفكري تتجوزي تاني؟ يا ريت بس حد يرضى. قولي ايه؟ لا لا مش قصدي، انا يخرب بيتك يا محمود. خلاص وتشتمي ليه؟ اشرب القرفة، اشرب الشاي، اشرب اي حاجة خلاص. يا ربي انا قلت لك مش عاوزة مش عاوزة. وفي اسئلة تانية؟ طبعا في اسئلة. انت قلتي في العدد 500 من مجلة رقصني يا جدع انك بتعشقي الكورة. الكورة؟ طبعا انا بحبها جدا جدا جدا. حتى اقول لك حاجة؟ زمالك حديد الاهلي سياحه، زمالك حديد الاهلي سياحه. ده هايل. ميرسي. انت هايلة يا دينا. ميرسي جدا. طب عملتي ايه لما سكوا حسام؟ يبقى السيرة دي يغور ويروح في داهية. حرام عليك، ده كان يلعب كويس. يلعب كويس ايه؟ ده انا هرفع عليه الدعوة وخيبط اللعبة خالص. ترفع عليه دعوة ليه؟ ده لاعب كويس، ده لسه جايب جول في ماتش الزمالك الاهلي. جول؟ جول ايه يا محمود؟ يا محمود جول انت؟ انت قصدك حسام مين؟ حسام حسن. حسام حسن، ده انت نشفتي دمي. طب اشربي الكمون، ده كويس عشان الدم. يا لهوي. قولي بعد المشوار الطويل ده انت بقيتي ايه؟ بقيت على كل لسان. يعني كل الناس بتجيب سيرتك؟ طب لا انا قصدي بقيت مشهورة يا استاذ محمود. ايه اجمل اغنية عندك وعاوزة تهديها للجمهور؟ نعمة النسيان لميادة الحناوي. حلو، حلو قوي. جميلة. طب وايه اسوأ حاجة حصلت في القرن الفات؟ الكمبيوتر والدي في دي والفيديو. والله انا من رأيك بكره الحاجات دي. الحمد لله، يعني ما شفتش السي دي؟ لا ما شفتش سي دي. الحمد لله. بس شفت فيديو. يخرب بيتك يا محمود، يخرب بيتك. خلاص امسكي اعصارك، اشربي قهوة. لا عايزة شاي ولا قهوة.
قبل ما اقوم اضربه بس عايزه اتمنى لكم سهره ممتعه.